ترحيبنا يتجدد بكم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل عبر شاشاتكم، شاشة قناة الريان الفضائية، مع هذا البث الحي والمباشر لفعاليات هذا السباق الصيفي الأول للمفاريد. ينطلق شوط الختام، آخر شوط ينطلق بحفظ الله ورعايته، ومع هذه الانطلاقة نسير بحضراتكم مع ركب المقدمة والصدارة وضربة البداية مع كيف محمد بن ربيع بن عبد الله بن مخيزيم المري يتقدم مع كيف على مستوى المركز الأول. ننتقل بحضراتكم إلى المركز الثاني، نشوف ونتابع المركز الثاني الآن. الطيارة ناصر بن محمد بن ناصر الحباب الهادري ينطلق مع المركز الثاني على ظهر الطيارة، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من شقرة لحمد بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة، وعليها الرقم واحد ويطمح ويطمع بانتزاع المركز الأول. المركز الرابع شعار، أيضا شعار بن جرحة بيصل وينطلق مع اندفاعته التان لحمد بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، ينطلق مع هتان على المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدين الأفاضل تصل العنود لعلي بن جابر بن جار الله بن ذروة آل بريد. المركز الرابع يصل أيضا شعار بن حسين ويتقدم على مستوى المركز الرابع. أيضا القادمة في هذه اللحظات تاريخ ناصر بن علي بن حمد البريدي المري. المركز الخامس القادمة الآن بشاير سعيد بن محمد بن سعيد آل سيف الخيارين، ولكن خلاص الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة مع أيضا تقدم واندفاع هتان. هتان يا هتان، حمد بن مبارك بن محمد آل أبو سعيد الخيارين ينطلق مع هتان، والعصا قوس، العصا قوس ترقص على صوت السماعة. يا سلام يا سلام، ولكن دير بالك من بن بخيزيم قادم، قادم على المركز الثاني مع كيف محمد بن ربيع بن عبد الله بن بخيزيم المري، ولكن ثقة الكبار، ثقة الكبار تحمل هذا الشعار إلى المقدمة والصدارة. مشكور يا جابر بن علي بن جرحب على أيضا هذه المسايرة الممتاز. المركز الثاني كان من نصيب كيف محمد بن ربيع بن عبد الله بن مخيزيم المري. المركز الثالث محبه لجابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل شعري بن جبران. المركز الرابع تصل فيه العنود لعلي بن جابر بن جار الله بن ذروة آل بريد، بينما المركز الخامس كان من نصيب تاريخ لناصر بن علي بن حمد آل بريد المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، ونعود بحضراتكم مع ملخص هذا الشوط. مشكور يا علي بن محمد أبو شارب على هذه اللقطات الفوتوغرافية الجميلة، وأيضا لا يفوتني أن أشكر المنتج المميز عبد الله الخوار الذين يجتهدون من خلف الكواليس لنقل هذا أيضا البث بأجمل صورة. لحظات التوقيت الزمني ولحظات وصول هتان إلى خط النهاية تقطع مسافة 1500 متر في دقيقتين و21 ثانية و42 جزء من الثواني بدون أوامر ولا تعليمات. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت كيف محمد بن ربيع بن عبد الله بن بخيزيم المري، تقطع المسافة في دقيقتين 21 ثانية و98 جزء من الثانية، بينما التوقيت الزمني للمركز الثالث وهي محبة تقطع المسافة في دقيقتين 22 ثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك محبة جابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين. نعود مشاهدينا الكرام إلى أيضا نذكركم بالفائزين مع ظهور النشرة، نشرة الفائزين لهذا اليوم وصاحب التوقيت الزمني الأفضل والأجمل لهذا الصباح. لحظات فقط أيضا لتعرض نشرة هذا السباق أمام حضراتكم عبر شاشة قناة الريان الفضائية. الشوط الرئيسي كان مع زعار لسيد جار الله بن جابر بن حمد بن حسين البريدي، بينما الشوط الرئيسي للقعدان يذهب مع تخان أيضا نفس الشعار جار الله بن جابر بن حمد بن حسين البريدي، ليكون بذلك صاحب أفضل توقيت في هذا الصباح دقيقتين 11 ثانية و70 جزء من الثانية. إلى هنا متابعينا الأفاضل حفلنا الكريم نصل إلى ختام هذا السباق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.